تضربت بعض العلوم ببعضها واصبح بيان الهرج يتبع غموضه، احد انشر الافضال واحد رفضها واحد لفعل الخير نفسه بغوضه، والناس ما عادت تبي من يعظها، صاروا شتات وصار كل بروضه، وعهود لقيت من بنقضه نقضها حتى اصبحت هجه وعجه وفوضه، ونفوس عيا حظها ما نهضها صارت ورا طرد السراب محظوظه، واللي تكبر والمآلي جهضها خطط ورتب والخيانه تخوضه، دنياه عندنا عنده دنياه عند النفس يا ما عرضها، بالرغم ما تسوى جناح البعوضة، وكرامة الإنسان لو ما حفظها يبطي وهو ما طاق يقضي فروضه، واليوم بهنا سني إلهي بغضها صارت ترى بعض الأفاعي لموضة، ونشهد إني يا علي ممتعضها لا جا خبرهم صابي كبدي حموضة، أفكارهم وأفعالهم نعترضها ما نحتفي في من يهمش فروضه، واللي رقع سود الظروف ونقضها يلقى السعد ويطب في وسط حوضه، من فضل من حق الصلاة وفرضها حقق له اللي قد سارت به يوضه، حقق له اللي قد سارت به يوضه. بيض الله وجهك يا ابو علي، سلامتكم. الله يسعدك يا ابو علي، سعدكم الله. اي جمال نسمعه منك، وجهك الله قدرك، طول اعماركم بارك فيك، تطربنا فندنو منك، الله يكرمك، ولا نستطيع الابتعاد عنك لانك بالجمال خير من البنك. الله.